الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. لجلب الرزق إن شاء الله والمال والبركة وإيجاد العمل وطرح البركة وجلب الرزق والمال إن شاء الله في يومك، تقرأ هذا الدعاء وهذا التسبيح العظيم، تقرأه 10 مرات في الصباح. إذا اجتهدت وأردت تقرأه 100 مرة، ولكن للمبتدئين أو الذين ليس عندهم وقت يقرأه 10 مرات لما يستيقظ مباشرة، ترى به العجب من الرزق والمال، يدخلك المال في ذلك اليوم إن شاء الله. ولكن يجب عقد النية والتوكل على الله سبحانه وتعالى. تقول سبحانك أنت ذو الفضل العظيم، اللهم ارزقني من فضلك. سبحانك أنت ذو الفضل العظيم، اللهم ارزقني من فضلك. سبحانك أنت ذو الفضل العظيم، اللهم ارزقني من فضلك. سبحانك أنت ذو الفضل العظيم، اللهم ارزقني من فضلك. تقولها 10 مرات في الصباح، إذا استطعت تقولها 100 مرة ترى العجب، يدخلك المال والرزق يوميا إن شاء الله. هذا كل شيء، أتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.